كان في كلام على انه البطولات هتبقى كثيره جدا بالنسبه للانديه المصريه هذا الموسم. احنا شايفين دلوقتي في كلام على البطوله العربيه، والبطوله العربيه غالبا هتبقى في شهر يوليو القادم، كلام على بطوله السوبر الافريقي او دوري السوبر الافريقي. الوضع ايه بقى في البطولات ديت، سواء بطوله دوري السوبر الافريقي او البطوله العربيه، مع دوري ابطال افريقيا، مع الكونفدراليه الافريقيه، مع دوري مصري، مع كاس مصري، مع كاس قديم مصري، مع سوبر مصر، بطولات كثيره ومشاركات عديده، الوضع هيبقى ايه؟ خلونا طيب نتكلم على دوري السوبر الافريقي، ناخد جزء جزء وبعد كده اكلمكم على البطوله العربيه. دوري السوبر الافريقي، بما اننا نتحدث عن اي شيء جاي من الكاف او اي حاجه افريقيه، فمعانا دائما وابدا زميلنا المميز، هو اللي يعرف كل الكواليس من داخل الكاف، طارق طلعت، مدير تحرير موقع كوره بلاس. يا طارق، مشرف ومنور كالعاده. اهلا بك يا كريم، واهلا بمتابعينك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. ايه بقى الوضع الحالي بالنسبه لدوري السوبر الافريقي؟ احنا بقى لنا كام يوم كده شايفين تقارير كتير عن شكل البطوله، نظام البطوله، مين اللي هيشارك. انت اشرح لي بقى احنا واقفين فين، وهل البطوله دي هتقام ولا لا، ولو هتقام هتقام امتى، ومشاركه كام نادي؟ بص يا كريم، في البدايه نبدا التحركات او الكلام بدا يكتر، لان اللجنه الخاصه بتراخيص الانديه في الكاف بدات تتحرك وتروح زيارات للانديه اللي الكاف قرر ان هي هتشارك في النسخه الاولى من السوبر ليج. بدايه بس يا كريم نذكر الناس بالانديه اللي هي هتشارك: الاهلي من مصر، والترجي، والوداد، وصن داونز، ومازيمبي، وحوريه، وبيترو اتليتيكو، وسيمبا من تنزانيا. طيب احنا ذكرنا 8 انديه مش 24 زي ما موتسيبي اعلن، لان الكاف اصبح عنده مشكله يا كريم في شكل البطوله ب 24 فريق. المشكله دي تكمن في نقطتين. أول نقطة إن مفيش راعي رسمي لسه للبطولة يحقق كل الحاجات اللي اتذكرت على لسان رئيس الكاف في مؤتمر صحفي كل القارة شهدته فيما يتعلق بالفلوس أو العوائد المادية اللي الأندية هتاخدها، بالإضافة إلى جانب تنظيمي إن الكاف لحد دلوقتي ما عندوش تصور للبطولة أو شكل كامل للبطولة ب 24 فريق. طيب البطولة مفروض ان الكاف ملتزم قدام الفيفا ان هو ان هي تبدأ في اغسطس الجاي. فعلشان نعمل حل وسط، فقرروا ان 8 فرق اللي احنا ذكرناهم من شوية هم دولت اللي هيشاركوا في السوبر ليج الافريقي. الاهلي من مصر، ترجي من تونس، الوداد المغرب، صن داونز جنوب افريقيا، مازيمبي الكونغو، حورية من غينيا، بيترو اتليتيكو من انجولا، سيمبا من تنزانيا. ودول تم اختيارهم على اساس ايه؟ حلوه قوي يا كريم، النقطه دي مهمه جدا. تم اختيارهم وفقا لمعيارين. اول معيار تصنيف الكاف للمنتخبات في اخر 5 سنين. ده رقم واحد. رقم اثنين ان هم عملوا توليفه في ممكن سؤال يطلع هنا يا كريم، طيب انت بتقول ان هو 5 انديه التصنيف للمنتخبات اخر 5 سنين، طب انت ما ذكرتش الجزائر. الجزائر الكاف فضل ان هو يستبعدها. لا لا، ده في سؤال اهم يا طارق، افتكرت انت هتجاوب على السؤال ده. هو ماله تصنيف المنتخبات؟ ما هو بقى عشان كده انا دوست على كلمه المنتخبات. وانا بتكلم علشان هو يعني تبان ان هي غريبه، خاصه ان هي بطوله انديه. بالظبط. طيب الجزء الثاني في المعيار ان هم عملوا توليفه، الثمان فرق اللي احنا ذكرناهم دول يا كريم فيهم ابطال دوري ابطال افريقيا من بدايه من 2015 لحد النسخه اللي فاتت. طب ما نيجي نفتكرهم: مازيمبي في 2015، صن داونز 2016، الوداد 2017، الترجي 2018، النادي الاهلي 19، النادي الاهلي 20، الوداد 21. فهم خدوا الـ الانديه اللي فازت بدوري ابطال افريقيا في بدايه من 2015. طيب احنا عندنا حوريه ما خدتش، وبيترو اتليتيكو، وسيمبا، فهم قرروا ان هم يكافئوا الثلاث انديه دول على ظهورهم في بطولات الانديه تبع للكاف خلال الفتره الاخيره. ففي النهايه طلع التوليفه اللي هي الثمان انديه اللي احنا ذكرناهم دي. نقطه تاني نقطه، ما ينفعش للكاف ان هو يختار فرقتين من بلد واحده، وده سبب عدم وجود فرقه زي الزمالك في النسخه الاولى. ده سبب عدم وجود فرقه زي الرجاء المغربي في البطوله. بس فالتوليفه دي يا كريم اسفرت عن الثمان فرق
هي البطوله قلناها. البطوله انت قلت لي ممكن تقام في شهر 8 مظبوط اغسطس. هي لازم تقام في شهر 8. طيب هتقام في شهر 8، النظام هيبقى عامل ازاي بقى؟ هي بطوله مجمعه ولا بطوله ذهاب ولا ايه؟ يعني بشكلها عامل ازاي الثمان فرق؟ هو لحد النهارده يا كريم، ما احنا قلنا لما الفتره اللي فاتت دي كلها، طبعا انت متذكر ان هو منسيب اعلن عن انطلاق البطوله طبعا في شهر اغسطس. كان في مؤتمر صحفي تقريبا في اخر 3 شهور في السنه اللي فاتت، صح؟ فكان في الكاف منتظر ان يبقى في رعاه رسميين، مش واحد بس او اثنين، لا 4 5 رعاه. انا فهمت النقطه دي يا طارق، بس هل هو يعني هو حط نظام للثمان فرق دول ولا لسه ما حطش نظام؟ لا لسه، ما انا اقصد اقول ان هو الارتباك ده لما حصل عمل ارتباك على مستوى التنظيم نفسه. فبس انا اعتقادي ان النظام مش هيبقى، يعني مش هيبقى صعب. انا اظن ان هو هيبقى يعني ذهاب واياب، مش بطوله مجمعه. طيب هسألك سؤال تاني لو عندك اجابه ليه. انا عارف ان كل ده لسه الكاف ما اظهروش بشكل رسمي. يعني لو جه مثلا نادي زي الاهلي قال لك والله لا انا مش عايز اشارك في البطوله ديت، انا كفايه عليا دوري ابطال افريقيا وممكن اشارك في البطوله العربيه كمان اللي غالبا هتقام في نفس التوقيت، وانا مش عايز اشارك في البطوله دي، هل الاشتراك في هذه البطوله الزامي ولا عقوبات زي مثلا المشاركه في دوري ابطال افريقيا الزامي ولا عقوبات في حاله الانسحاب؟ لا انا هو خد بالك يا كريم، البطوله لسه ما تعملهاش لائحه قانونيه اللي هو تقدر تقول لو ما شاركش هيتم فرض عقوبه عليه. لكن لو احنا فرضنا جدلا ان النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي ان هو مش هيشارك في السوبر ليج الافريقي، البطوله مش هتقام اصلا. يعني وجهه نظري وبنسبه 90% ده هيحصل لسبب واحد بس، ان الهدف من البطوله ان هم مجمعين صفوه الصفوه علشان تلعب بطوله، يعني اللي هي تبقى يعني المستوى الاول تقدر تنافس بيها بطولات اسيا، وحتى يعني الاحلام ممكن توصل لحد منافسات يعني بطولات في اوروبا. لا وتعرف تجيب وتعرف تجيب اعلانات لما الفرق الكبيره دي بتلعب، بتعرف تجيب اعلانات وفلوس كتير. فانت متخيل يا كريم، علشان ما فيش راعي رسمي للبطوله خلاص المستوى نزل من 24 فرقه ل 8 فرقه عشان تقام، ما بالك انت ما بتيجي تتكلم على البطل التاريخي لدوري ابطال افريقيا ما يكونش موجود في اول نسخه من السوبر ليج. لا انا اعتقد ان دي هتبقى ضربه قويه وقويه جدا لاسم البطوله كمان وسمعتها فيما بعد. الزميل العزيز طارق طلعت مدير تحرير موقع كوره بلس كالعاده، مفيد جدا جدا في كل معلوماتك، انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب